مساء الخير. فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا أوليا حول تورط مواطنتها أسماء الأخرس زوجة بشار أسد بجرائم حرب خلال أعوام الثورة السورية. التحقيق الجديد يمكن أن ينتهي بسحب جنسية أسماء البريطانية في حال إدانتها من قبل المحكمة. الشرطة فتحت التحقيق بعد حصولها على أدلة تشير لتورط أسماء الأخرس بدعم ميليشيات أسد التي قتلت أكثر من نصف مليون سوري وهجرت 12 مليونا، أي أكثر من نصف الشعب السوري الذي ثار غالبيته ضد بشار أسد وأركان نظامه الذين أصبح غالبيتهم تحت سيف العقوبات الدولية المسلط على رقابهم. هذا التحقيق يأتي بينما يتم ملاحقة العديد من أركان نظام أسد في دول الاتحاد الأوروبي من خلال رفع الدعاوى بحقهم من قبل منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان. كل ذلك يدفعنا اليوم للتساؤل عن دلالات بدء التحقيق البريطاني بتورط أسماء الأخرس بجرائم حرب في سوريا، خاصة أنه يتزامن مع رفع دعاوى ضد شخصيات من نظام أسد بسبب ارتكابهم جرائم حرب. ولماذا لم تقدم بريطانيا على هذه الخطوة سابقا؟ وما أهمية فتح التحقيق الآن؟ وما تأثيراته على نظام أسد وعائلتي أسد والأخرس؟ وهل يعني فتح هذا التحقيق أن هناك حراكاً دولياً جدياً لوضع خطة حل سياسي في سوريا تنهي شلال الدم الذي تسبب به بشار أسد؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلاً بكم. أهلا بكم مجددا. بدأت الشرطة البريطانية تحقيقا أوليا حول تورط أسماء الأخرس بجرائم حرب. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. فنحن مكملين وما وقفنا أساسا، مكملين كنا قبل الحرب خلال الحرب ولح نكمل حتى ما بعد الحرب إن شاء الله. بينما يتصدر الملف السوري المشهد على وسائل الإعلام من خلال الزيارات الرسمية بين القوى اللاعبة بالساحة السورية وتحليلات عن عمل جدي في الكواليس الدولية لحل سياسي، تخطف بريطانيا الأضواء من خلال إعلانها بدء شرطة لندن بفتح تحقيق باحتمال تورط أسماء الأخرس زوجة بشار أسد بجرائم حرب وتحريض على أعمال إرهابية ضد الشعب السوري المنتفض ضد نظام أسد منذ 10 أعوام. صحيفة التايمز البريطانية أوضحت أن التحقيق يأتي بعد حصول الشرطة على أدلة تشير لدعم أسماء الأخرس ميليشيا أسد من خلال نفوذها بين أفراد دائرة حكم نظام أسد، ما يعني أنها مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال هذا الدعم العلني. إلا أن الصحيفة تستبعد مثول أسماء أمام المحاكم البريطانية، فيما يمكن صدور نشرة من الإنتربول الدولي للقبض عليها في حال خروجها من سوريا. حالياً أسماء البالغة من العمر 45 عاماً أصبحت مهددة بفقدان جنسيتها البريطانية، وهي التي فضلت العودة لسوريا عام 2000 كزوجة لسفاح سوريا بشار أسد على البقاء في بريطانيا كمصرفية في بنك جي بي مورغان ومتابعة دراستها في جامعة هارفورد. فهل سترى نتائج التحقيقات البريطانية النور؟ متزامنة مع دعوات كندا وهولندا لمحاكمة أسد كمجرم حرب، أم أنها تسير بطرق قضائية بسيطة كما يجري في محاكمة مجرمي أسد في ألمانيا؟ وللحديث أكثر ينضم إلينا الكاتب الصحفي بسام جعارة معنا من لندن، كما ينضم إلينا أيضا المحامي المختص بالقانون الدولي الأستاذ بسام طبلية من لندن. أيضا مساء الخير وأهلا بكما. أستاذ جعارة، أبدأ معك، كيف تنظر إلى فتح هذا التحقيق وإلى ماذا من الممكن أن يفضي؟ يعني اسمحي لي أولا حييكي حقيقي ضيفك العزيز صديقي سام وحقيقي السادة المشاهدين، واسمحي لي أولا في العاشرة للثورة أترحم على شهداء الثورة السورية وأتمنى الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين. أيضا مباشر مجرد إعلان فتح تحقيق من قبل الشرطة البريطانية يعني توجيه ضربة موجعة لأسماء الأسد. آل أسد وآل أخرس كانوا يراهنون الثورة البريطانية
رغم العقوبات التي أوقعتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أسماء منذ عام 2012. هناك عقوبات، وبالقانون الماضي قبل شهرين أعلن وزير الخارجية أن بريطانيا مستمرة في ملاحقة المجرمين. وأيضا كان هناك عقوبات جديدة بريطانية على عائلة أسماء الأخرس. نحن نتحدث عن مجرمة، وخليني أقول عن زعيم المافيا المبعوث الأمريكي إلى سوريا. بمعنى أوضح، السؤال اليوم من سيسبق من؟ سقوط العصابة في دمشق ومن ضمنهم أسماء الأسد أم التحقيق البريطاني؟ ولا أعرف إلى أين سيؤدي، ولكن الموضوع سياسيا ومعنويا وكل شيء يعني ضربة موجعة لأسماء وللعصابة كلها من خلال فتح هذا التحقيق، بغض النظر عن نتائج هذا التحقيق هل سيصل. أؤكد لك تماما أن هناك عشرات المنظمات الدولية تملأ أدلة، أقول أدلة، على تورط أسماء وزوجها المجرم، وعلى عشرات المجرمين ارتكاب جرائم حرب. يعني هل يحتاج إدانة أسماء إلى دليل أكثر من يعني هذا ما انتقل به للأستاذ طبلية فعلا؟ يعني هل هذه الأدلة جديدة اليوم على بريطانيا وعلى الشرطة البريطانية؟ لحضرتك ولا جميع المشاهدين وضيفك العزيز ايضا الاستاذ بسام، اهلا فيك. طبعا ايضا اثني على ما ذكر الاستاذ العاشر، واثني ونؤكد اننا مستمرين باذن الله تعالى في ثورتنا، ان نركن الا بمحاكمه بشار الاسد ونظامه البائد الفاتح الذي شعب جرائم تجاه شعبنا في سوريا. بالجواب على سؤال هناك الفقرة المادية 40.2 من قانون الهلالي 1981 الذي نص بشكل صريح أنه يمكن تجريد الجنسية إذا كان ذلك في المصلحة العامة. حقيقة لم رغم الطلبات التي تم تقديمها منذ 2011 حول محاولة تجريد أسماء من جنسية البريطانية، إلا أن ذلك في ذلك الوقت كانت السيدة أسماء الأسد تقوم فقط خلينا نقول بزيارة الأطفال، المشاهي، الجوانب الإنسانية، تريد أن تظهر بأنها امرأة ذات جوانب إنسانية. ولكن سرعان ما تغير هذا الوجه في السنوات الأخيرة، أصبحت تقوم بدعم الجيش واستلام ملف الجرحى والمليشيات، والأمر الذي ارتبط بأفعال إرهابية من خلال دعمها للإرهاب حقيقة. لذلك لم يكن في إمكانية هناك، رغم الطلبات التي قدمت لتجريدها من الجنسية، لم يكن هناك إمكانية لتجريدها لأن الوزارة الداخلية سوف تجد صعوبة في هذا الموضوع. الآن قد تم تحريك الفعل من خلال فتح التحقيق لدى فيما يتعلق بالإرهاب. عندما يتعلق الأمر موضوع بالإرهاب ودعم الإرهاب، هذا يعني أنه سوف يتم التحقيق في ذلك، هذا قد يستغرق من سنين حقيقة، ثم يتم دعوتها إلى خلينا نقول إلى في هذه، نتوقع أنها لن تحضر إلى المملكة المتحدة لأنه مباشرة ملاحقتها بأفعال جرمية. طيب أستاذ بسام، يعني ذكرت نقطة مهمة جدا أستاذ طبلية، التحقيق من الممكن أن يأخذ أكثر من عام؟ نعم. طيب يعني أمام هذا الرقم، يعني 10 سنوات من ارتكاب الجرائم المستمرة في سوريا وعام آخر لهذا التحقيق الأولي، ألا يمكن أن يكون فتح هذا التحقيق هو حالة من الادعاء البريطانية بأنه نحن نتحرك باتجاه محاسبة المتورطين بجرائم حرب في سوريا؟ يعني دعيني أول حقيقة أنوه أن الموضوع قد يستغرق أكثر من 3 سنوات، يعني إذا بدنا ناخذ بالموضوع، ولكن عملية التحقيق بحد ذاتها، قبول التحقيق بحد ذاته سوف يجعلها يعني تفكر بعدم المتحدة أو إلى أوروبا، لأن هذا سوف يدقنا قوس الخطر بالنسبة إليها، وأن يمكن أن تكون هناك مذكرات اعتقال بمجرد وصولها إلى المملكة المتحدة، كما حال في سيدني وغيرهم المعارضين حقيقة، أو الأشخاص الذين تلطخت أيديهم بدماء الناس أو شعبهم أو شعب
في هذه الحالة أيضا يمكن ملاحقة أسماء الأسد بأي أفعال أو بدعمها للإرهاب، خلينا نقول. إذا نتصور أنها لن تأتي، خلينا نقول سوف وبعد التحقيق سوف الشرطة تقرر إما اتهام بعمل إرهاب أو لا، عندها يمكن بعد ذلك، وهذا نتوقع نحن عم نحكي تقريبا سنة ونصف. بعد ذلك سوف تذهب إلى المحكمة، سوف هي تقوم بطعن المحكمة الخاصة، المحكمة المختصة بهذا الموضوع. ايضا المحكمه قد تستغرق خلينا نقول سنوات حقيقه، اكثر من سنه ونص اتصور انها، لكن سنه 3 سنوات. بعد ذلك يمكن تقديم الطلب من قبل سواء الشرطه ترك المحامي من الجنسيه، او خلينا نعتبر ايضا دور المحاميين الذين يجرون حقيقه الان، لان يوجد خلينا نقول ادله وادعاء وتحقيق من قبل الشرطه، وبالتالي من المصلحه العامه تجريد الشرطه تجريدهم هي وأولادها من الجنسية البريطانية. ويمكن أيضا إذا ثبت أن الدكتور فواز الأخرس أيضا متورط في عملية غسيل أموال ودعم نظام الأسد، أيضا يمكن ملاحقته في هذا الصدد. إذا سوف يكون هناك يعني معركة قانونية، وهذا حقيقة ما كنت أنوه إليه دائما مع المعارضة السورية، مع الائتلاف ومع غيرهم، أن هناك ورقة قانونية لم تقوموا بالاستفادة منها أيتها المعارضة. في الغرب علينا نستخدم الورقة القانونية حقيقة، يعني لم يعطوا بالا لهذه الورقة الآن، وهي يتم استخدامها كسلاح قوي فعال بمواجهة نظام الأسد، لأنها ببساطة سوف تشل من حركتهم. أرغب التوجيه ملاحظ أنه غدا يوم الاثنين هناك مؤتمر الساعة 9:30 يلقي فيه بشار الجعفري من أجل تلميع نظام الأسد، وبالتالي ويحضر فيها السفراء وبعض الشخصيات المهمة في هذا المؤتمر. إذا السؤال، هذه الحركة حقيقة، هذه الدعوة، هذا التحقيق سوف يعرقل ما يقوم بها من الجانب الآخر، سواء من قبل الأخرس أو من غيرهم، من أجل تلميع النظام، لأنه وجههم قبيح خلينا نقول، وبالتالي هناك سوف يكون بالدليل الدامغ على تورطهم بارتكاب خلينا نقول جرائم الارهاب ودعمهم للارهاب، وبالتالي سوف يكون من الصعب تعويمهم. يعني للاشخاص الذين ينادون بتعويم نظام الاسد نقول لهم من الصعب تعويمه، لانه مشتبه به باقترافه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، لذلك لا تعول على هذا الموضوع. انسوا خلينا نقول الاعلام وما تروجه روسيا من محاوله ترويجه والانتخابات وشيء من هذا القبيل، لا سوف تبيعه روسيا يعني عندما ياتي الوقت المناسب سوف تبيعه، وبالتالي سوف يتم تقديم شخص منفتح على روسيا خلينا نسميه لك اياها، من اجل ان يكون رجل المرحله. لذلك بالعوده للموضوع حقيقه سوف يتم بدء هذا التحقيق، هناك ادله يعني. طيب بالحديث ايضا عن التحقيق وبالحديث عن ما ذكرته استاذ طبليه، انقل التساؤل للاستاذ جعاره. يعني كما شرح الاستاذ بسام طبليه في سياق حديثه بانه هذه التحقيقات قد تاخذ اعوام طويله وستمنع اسماء من الدخول الى دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا ايضا، هي على كل احوال يعني موجوده في سوريا وعلى الصعيد الدبلوماسي لا يمكن استقبالها امام الجرائم التي ترتكب وامام اغلاق السفارات، ولا يوجد هذا النوع من الحراك يعني الدولي. ما هي الرسائل غير مباشره اليوم التي نراها عبر الاعلام البريطاني، ان كان بتقرير الايكونومست، ساندي تايم، مؤخرا يعني في الساعات الأخيرة أكثر من تقرير في الإعلام البريطاني يتحدث عن أسماء الأسد، يتحدث عن جرائم الحرب التي تقوم بدعمها وبمساندة بشار زوجها عليها؟ يعني اسمحي لي أقول أولا، منذ عام 2012 تحديدا قدمت تقارير كبيرة وعديدة للسلطات البريطانية من أجل تجريم بشار الأسد وأسماء الأسد، وكانوا يقولون بشكل دائم نحن نريد أدلة، بمعنى آخر صمتوا طيلة الفترة الماضية رغم العقوبات التي وقعنا عليهم. ولكن ما الذي جرى الآن؟ أنا بعتقد تماما اضطرت الشرطة البريطانية لفتح تحقيق، لأن منظمة العدالة الدولية للمحامين قدمت أدلة دامغة، وكما قلت من قبل لا يحتاج الى ادله، هناك فيديوهات تظهر اسماء مع شبيحه مع مجرمين مع ميليشيات تقصف وتقتل الشعب السوري وكانت تحرض. واللي بنقوله ايضا
هناك معلومات مؤكده لدى السلطات البريطانيه الاوروبيه والدوليه ايضا بان اسماء تشارك في صنع القرار في سوريا. يعني الشيء اللي حكينا عنه، هناك تهمه المشاركه في اتخاذ قرار الكيماوي، هذا ما طلبته منظمه العدالة الدوليه. بمعنى اخر هذه جرائم حرب. وخليني اذكر في تهم اقل بكثير من هذه التهم ادينت عروس داعش ومنعت من العوده الى بريطانيا وتم تجريدها بالجنسيه. وبدي اذكر ايضا ان السلطات البريطانيه اعتقلت زوجه تايلور مجرم حرب في ليبيريا ثم اطلقت سراحها. وايضا بينوشيه 50 سنه سجن في بريطانيا بعد لاهاي. هذه الرسائل تقول بشكل واضح لاسماء ولزوجها وللعصابه ولكل المجرمين في العالم انهم يمكن ان يفلتوا من العقاب لسنه سنتين 7 10، ولكن لا يمكن ان يستمر الافلات من العصابه. الرساله الاهم وخليني اقولها تقول ان صلاحيه هذه العصابه قد انتهت، بمعنى الدور الوظيفي الهام الذي كانت تؤديه منذ ايام حافظ الاسد الى ايام بشار الاسد الى مختلف دول العالم، من تعذيب معتقلي غوانتنامو في سوريا الى بقيه الخدمات التي كانت تقدم، لم يعودوا بحاجه الى لها على الاطلاق. بمعنى اخر ادرك الجميع الان ان العصابه او صلاحياتها انتهت، وبالتالي بدا اللعب على ابتزازهم. بمعنى سيقولون لهم اما ان تغادروا السلطه والا فاستجوبوا بانتظاركم. الامر لا يتعلق ببريطانيا فقط، هناك ملفات تحضر الان في مختلف العواصم الاوروبيه. بمعنى اخر اذا فلتوا من بريطانيا راح يوقعوا بهولندا والمانيا. ما جرى في المانيا خير شاهد على ذلك. والان يتم تحضير ملف لمحاكمه رفعت الاسد عن احداث حماه، وهذا امر جديد عن مجزره حماه يعني. وهذا امر جديد ايضا، هي رساله للجميع بانكم لن تستطيعوا الافلات من العقاب. انا مره ثانيه بدي اقول واستطيع ان اؤكد بان سقوط العصابه سيكون قبل اصدار قرار قضائي في بريطانيا على اسماء الاسد. نعم استاذ، طب لي اليوم يعني كما نعلم هنالك شركات علاقات عامه تعمل الى جانب اسماء الاسد، وهي شركات بريطانيه تقوم بدعمها. هنالك ايضا جهات تقوم بدعم اسماء الاسد بطريقه غير مباشره، من الممكن انها لا تظهر على الاعلام يعني، ولكن حضرتك بتواجدك في بريطانيا اكيد على علم ودرايه بهذه الشركات. اليوم مع فتح هذا التحقيق القضائي، هل ستستمر هذه الشركات بالعمل الى جانب اسماء، ام انها ستكون ايضا متورطه بجرائم حرب ويتم ايقافها من الدعم؟ الجواب المباشر لسؤالك أنها سوف تكون متورطة إذا ما استمرت في تلميع ودعم أسماء الأسد في هذا الموضوع. حقيقة هناك الكثير من المنظمات، كما ذكرت غدا سوف يكون أحد هذه المؤتمرات التي يعقد من أجل تلميع نظام الأسد، وبالتالي يعني سوف تكون في مأزق، ليس الآن ولما في مرحلة لاحقة. حقيقة ما أود قوله حقيقة أو أن أضيف إلى ما قاله الأستاذ بسام جعارة، وهو أن طبعا مع الشكر الجزيل لمن قام بتحريك هذه الدعوه حقيقه او الشكاوى، تقديم اكثر من 37 شكوى مكتب جرينيكاس 73، حقيقه الشكر موصول لهم ولجهدهم. يجب هنا التركيز حقيقه ان المملكه المتحده او السلطات في المملكه المتحده الان قد اجبروا على فتح هذا التحقيق. يعني طيلة السنوات السابقة هناك الآلاف من الأدلة ولم يحركوا ذا ساكنا، باختصار شديد بسبب المصالح، يعلنون شيئا خلينا نعتبر وفي الباطن هناك شيء آخر. الآن جاءت الورقة القانونية التي لن تسمح لهم خلينا نقول بالمواربة، سوف يكون مضطرين أن يتعاملوا مع هذا التحقيق ومع هذه المحاكم والقرارات التي سوف تصدر عن هذا القضاء. لذلك من هنا تأتي أهمية الورقة القانونية التي كنا وما زلنا نطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات حقيقة إلى اليوم، أن
قوموا بتفعيل الورقة القانونية، لأنه لن تستطيع لا في أوروبا كلها ولا في المملكة المتحدة أن يقوم من كائنا من كان أن يدعم بنظام الأسد إذا ما حصلنا وتمكنا من الحصول على أحكام ضد هذا الأركان هذا النظام، لأنه حقيقة سوف يكون صعب جدا على أي كائن من كان أن يتعامل معهم. ولاحظنا قانون قيصر على سبيل المثال عين على ذلك، وهناك الآن حقيقة الاتهامات أو الاتهام الذي يمكن أن يصدر عن لجنة التحقيق. ولكن بشكل عام يعني نحن نعلم على سبيل المثال أن هناك ضمن خلينا نقول الطلبات وزارة الداخلية وشيء من هذا القبيل دائما في أسئلة كبيرة، هل أنت تعاملت مع منظمة يشتبه بها أنه إرهابية، هل تعاملت أني مع مؤسسة، هل تعاملت بالإرهاب، هل قلت شيء يدعم الإرهاب؟ إذن هناك أسئلة كثيرة توجه لأي شخص في هذا الصدد. لذلك دعم نظام الأسد بشكل عام بما فيهم أسماء الأسد سوف يكون هناك إحراج شديد ومخالفة قانونية على كل من يدعم أسماء الأسد إذا ما صدر حكم في هذا الموضوع. لذلك أعتقادي أن هذه الخطوة خطوة رائعة جدا حقيقة، كان يجب تطبيقها سابقا لكن للأسف الشديد لم تكن الأدلة متاحة. المعارضة السياسية وهنوجه أذكر الائتلاف وغيره لم يعاونين على الإطلاق بتفعيل الورقة القانونية بالتعاون في هذا الصدد. لذلك لاحظنا التراخي في هذا الصدد وتراجع الثورة السورية خلينا نقول، لأنهم لم يكونوا يعملون بشكل محترف خلينا نسميها. الآن ولله الحمد تم تحريك الورقة القانونية في المملكة المتحدة وفي ألمانيا وفي إسبانيا، لذلك سوف نرى نتائج إيجابية ونشوف خلينا نشوف هلا بنهاية المطاف من سوف يقوم بتلميع نظام الأسد مرة أخرى. يعني لأنه حقيقة عندما نطالب بعض الدول بإعادة سوريا إلى الحضن العربي طبعا في شيء يعني مخجل جدا، لأنه هذا لا يتفق ولا مع الجرائم التي قام بها نظام الأسد، على الأقل هو مشتبه به ومتهم باقترافه لهذه الجرائم، فكيف تريدون الضغط علينا من أجل القبول به في الانتخابات أو النتائج الانتخابات أو شيء؟ إذن هم يدفعوننا إلى أن نتفاوض ونقبل برئيس إرهابي. نحن باختصار شديد قولوا ما شئتم، نحن مستمرون في ثورتنا، لن نقبل بالإرهاب أن يدخل يحكم سوريا بعد اليوم، وإن شاء الله تعالى سوف نحضر كافة أركان النظام إلى المحاكم. نعم. أستاذ جعارة، يعني على الرغم من العقوبات التي يعني وقعت أسماء تحتها وأيضا على الرغم اليوم من فتح التحقيقات الأولية، إلا أنه أسماء دائما ما تسعى بأن تظهر بشكل شخصية كرتونية أو حتى من الممكن القول بأنها هوليودية، التي أصيبت بمرض السرطان ومن ثم تساعد جرحى الحرب، يعني تحاول أن ترسم صورة رومانسية حول الجرائم التي تقوم بارتكابها. وعلى الرغم من كل ما يجري على الصعيد الدولي، إلا أنها مستمرة بمشاريعها الداخلية ومستمرة يعني بالهيئة العامة للتنمية التي تقوم بها، ما زالت الأمم المتحدة تدفع الأموال لهذه المنظمة. اليوم التحقيقات الأولية بتورطها بجرائم حرب، هل ستنعكس أيضا على الأعمال التي تقوم بها داخل سوريا والتي تمول دوليا؟ يعني خليني أقول الصورة التي حاولت أن ترسمها عن نفسها من خلال شركات العالمية التي تم دفع ملايين دولارات لخدماتها لم تحتج بالإطلاق. يعني أنا اليوم بدي أسألك، يعني عندما يعرف أهل الحمص أن أسماء فنزويلية في مصنع سكر كلفته 70 دولار مع بعض الحالات الفنزويلية، ألا يسأل يعني أهل الحمص بدهم يسألوا من أين جت؟ طيب للأسف لا أتمكن من سماعك بشكل واضح يا أستاذ جعارة. أنقل ذات التساؤل للأستاذ طبلية حول صورة أسماء واستمرار التمويل الدولي للمنظمات التي تقوم بالإشراف عليها داخل سوريا وهي اليوم تحت التحقيقات. يعني كما ذكر الأستاذ بسام وكما ذكرت سابقا أن من أيام الثورة أسماء الأسد بمحاولة تجميل وجهها القبيح المشافي وإظهار الجانب الإنساني وأنها متعاطفة مع الشعب وشيء من هذا القبيل،
ولكن وبالتالي لم يكن حقيقة إمكانية ملاحقتها قانونيا في المملكة المتحدة بسبب هذا الموضوع، لأن الموضوع كان يطغى عليه الجانب الإنساني. الآن وبعد أن خلينا نقول قامت بدعم الجيش وقامت باستلام والميليشيات أيضا التي ارتكبت جرائم بمواجهة الشعب السوري، لذلك بإمكان ملاحقتها بدعم الإرهاب. سوف يكون هناك تحديدا أسأل كما عن ذكرت استمرار بالنسبة التمويل يا للشركات. أستاذ طبلية لهيئة التنمية السورية التي تقوم برعايتها أسماء الأسد، والتي كما نعلم جميعا بأنها تتحصل على أموال دولية. نعم، باعتبار أن أصابع الاتهام لأسماء الأسد، فهذا يعني أن المنظمات والمؤسسات التي تقوم بإدارتها سوف يصبح التمويل محل شك، وبالتالي لا يمكن أن يتوقف هذا التمويل. ما هي الخطوة التي يمكن النظام أن يقوم بعملها؟ باختصار شديد، إزاحة أسماء الأسد عن الواجهة وتعيين شخص آخر بدل عنه لأجل استمرار تدفق الأموال. نحن نعلم أن وقد ثبت ذلك أن الكثير من الأموال التي الأممية التي تم تقديمها إلى سوريا قد تم بغالبيتها تجيير هذه الأموال لدعم الميليشيات والجيش وغيرها، بمعنى آخر دعم النظام. الآن سوف يكون هناك عقبة أمام هذه المنظمات في توجيه تمويلها أو دعمها، لذلك حقيقة سوف يكون من الطرف الآخر، من طرف المعارضة أقول، يعني سوف يكون هناك حال في هذا أيضا من أجل توقيف أو إيقاف المساعدات، تمرير المساعدات للمنظمات باعتبارها أنها أيضا بعد خلينا نقول طيب. أيضا سألنا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي عن رأيهم بهذا الموضوع، وسألنا أنه ما رأيك بفتح تحقيق قضائي في بريطانيا بشأن تورط أسماء الأسد بجرائم حرب وتحريض على أعمال إرهابية بنسبة 23%؟ بتشوف أنه هي محاولة لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا ولكن بطيئة، ولكن النسبة الأكبر وهي 77% بتشوف بأنها فرقة إعلامية لن تثمر عن أي فعل جدي. أستاذ جعارة، اليوم يعني برأيك الشارع السوري ينظر إلى هذا الموضوع وكأنه فرقعات إعلامية، يعني كما وصف في الاستطلاع، هل تتفق مع هذا الشارع السوري؟ ولماذا برأيك اليوم الشارع السوري ينظر إلى هكذا إجراءات بأنها فرقعات إعلامية؟ أنا بتفهم اللي عم يقوله الشارع السوري رغم عدم موافقتي عليه. لماذا اتفهم؟ يعني عندما وقع الاتحاد الاوروبي في عام 2012 عقوبات على النظام ثم يقدم مساعدات لمجرمه مثل اسماء الاسد، فمن الطبيعي ان يقول الشعب السوري ان هؤلاء ينافقون وانهم يكذبون ايضا. عندما تقدم، يمكن الشارع ما بيعرف ان النظام ما زال يحتفظ بشرعيته الدوليه، بمعنى هو عضو في الامم المتحده لم يسلم المقعد منه حتى الآن. طبعا نتيجة تواطؤ تماما أن معظم الدول كانت بإمكانها إعادة إنتاج النظام من جديد نتيجة الخطوات التي قدمها لها. هو قدم على اليمين وعلى اليسار، يعني ترك دولة إلا قدمنا خدمات أمنية، بمعنى كان يعمل مرتزق طويلة أكثر من 50 سنة، يعني منذ عام 70 حتى الآن. واللي بدي أقوله الآن، يعني من الطبيعي يقول الشعب السوري بعد كل هذا النفاق الدولي، بعد كل هذا الصمت الدولي، أن لا يعني أن لا يثق بكل ما يجرى في العالم. ولكن أنا بقول الآن بشكل مؤكد، بدي أعطي مثال ما جرى في ألمانيا مثلا، يعني يحاكم مجرم حرب كان رئيس. ولكن يا أستاذ جعارة، يعني كما نعلم أنه هذه المحاكمات الأخيرة أخذت 10 أعوام إلى أن يعني بدأنا أن نتج نرى بعض نتائج هذه المحاكمات، ألا يمكن أنه أن تستمر هذه الأفعال الإجرامية لمدة 10 أعوام أخرى؟ هل ترى بأنه المجتمع الدولي اليوم يعني يقوم بتهدئة الشارع السوري عبر هذه التحقيقات وعبر هذه العقوبات؟ أعتقد يعني كما تقول واشنطن بشكل رسمي، يعني جميع
لم يسقطوا نظام عسكريا ولن يسمحوا بإسقاطه عسكريا، ما زالوا يعولون على الضغوط الاقتصادية والسياسية. بمعنى يعتبرون مثلا اليوم أن مجرد فتح تحقيق بحق أسماء الأسد واتهامها بالإرهاب هو نوع من الضغط، بمعنى آخر يقولون لأسماء عليك أن تخرجي من سوريا، أن تبحثي عن منفى، وإلا فإن سيف العقوبات أو السجن مسلط عليك. وعندنا مساجين كما أشرت، تايلور وزوجته بيروشيه بيأدوا هذا، وكمان يعني مثل ما قلت عروس داعش التي تنسحب الجنسية، والله كان يجب تسحب الجنسية من أسماء في بريطانيا منذ عام 2012، ودائما كانوا يقولون أعطونا الأدلة، والأدلة كان موجود فيديوهات الأدلة على شاشات تشير إلى التلفزيون تنقلات اليوم أسماء يعني بذكرى وزوجته. الثورة لسنتها العاشرة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي بسام جعارة، كنت معنا من لندن. أشكر أيضا من لندن المحامي المختص بالقانون الدولي الأستاذ بسام طبلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود وألقاكم غدا بإذن الله.